أقام سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مأدبة إفطار في مسرح البحرين الوطني تكريما للدكتور عمرو عزة سلامة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال بجمهورية مصر العربية الشقيقة الفائزة بجائزة عيسى لخدمة الإنسانية في دورتها الثالثة والوفد المرافق ولأصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس أمناء جائزة عيسى لخدمة الإنسانية ولجنة التحكيم. حضر المأدبة سعادة السيدة سهى إبراهيم رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة وعدد من المدعوين.